إن تم اتفاق بإجماع على القانون تفضل. المبادرة إيه حضر راح فين راح تعلمين في المعهد ولا لا؟ نعم نشأ كل التفاعلين من كل التمرينات ما بين جهة عربية من جهة وحدة من جهة ثانية. فينا ما سمعنا المبادرة الأول كان المبادرة مطلوبة المشاكل التي نعاني منها التي تعاني منها كل التنظيمات نظر الجهة العربية.